بالمية. إيش قد ممثلات يعني من ممثلات هذا الوقت ينحطون ببند الطارئات؟ 5%. بس 5%؟ إيه. معقولة؟ هذا رأيي. أنت اشتغلتي ويا الشابات كلهم؟ يعني لا مو كلهم، أغلبهم. يعني كم وحدة؟ تطلع بيهم اثنين بس فقط اللي اشتغلت وياهم. أوكي يصلح الممثلات. بس أكو جيل اللي هم مال المسرح التجاري هم شابات. مو كلهم اشتغلت وياهم والله. ما مشتغلة فما أقدر أقول لك فلانة زينة وفلانة مو زينة. ما شفت. بس أكو جيل هسه اللي جاي اللي طلع بكم عمل يعني بيهم جيدات جدا. إذا مشوا صح. ممكن عندنا واحدة هسه تشوفها مشروع نجمة تصير إنه تأخذ بطولات وهيك لو بعدها ما ظاهرة. أساور والله حلو تشتغل يعني، بس يا ريت تمشي على نمط بأنه من تشتغل شخصية هنا الشخصية الثانية من تجيها لا تختارها متقاربة. ما تكرر نفسها. أي. أو ما تكررها يعني. زين، إذا رجعتي يعني فلوس الذهب كله اللي بعتيه بحياتك، إيش قد يطلع المبلغ؟ يجوز اشتري عمارة بي. هواية بايع ذهب؟ اي، لان انا من النوع اللي اشتري ذهب كل ما يصير عندي عمل او شيء حتى يفيدني بالايام الصعبة. اول قطعة ذهب اشتريتيها تتذكريها؟ انت اول من قطعة ذهب اشتريتها لسه اتذكرها بالتسعينات. اي. اشتريت قردان سموه قردان هم اهل قبل، هذا اللي اتذكره يعني. فاني احب الذهب كلش. شو كنت بعتي؟ بعت من سافرت للعلاج. وبعت من رجعت حتى أثث الشقة مالتي.